تيمور ذو الحلقة ذيله طويل. تتواجد قرود الليمور في جزيرة مدغشقر فقط قبالة شاطئ إفريقيا الشرقي، وهناك عدة أنواع مختلفة منها، لكنها تتميز بأعين دائرية تشع باللون الأحمر في الظلام، ولها جميعها أيضا ذيول كثيفة وأنوف طويلة. ينام الليمور عادة واضعا رأسه وذراعيه بين قوائمه الخلفية ويلف ذيله حول نفسه. الليمور حلقي الذيل من الحيوانات الرئيسية، لكنه يختلف كثيرا عن الأنواع المتواجدة في البر الرئيسي، كما أنه يتنقل في مجموعات، وعند إحساس هذه الحيوانات بالبرد تتجمع معا لتبقى دافئة. الليمور البني من أقرباء الليمور حلقي الذيل، وهي تنشط عادة أثناء الليل، لكن الليمور البني يفضل دفء الشمس في الصباح الباكر، حيث يستلقي مسترخيا وموجها وجهه نحو الشمس. في الماضي ربط سكان مدغشقر قرود الليمور بالشمس، لذلك كانت تعامل باحترام، لكن هذه الاعتقادات تلاشت الآن، وأصبح الليمور معرضا للانقراض. وهب الله تعالى الليمور البنية بفراء كثيف لا يؤثر فيه الماء حتى أثناء العواصف الاستوائية الماطرة، وهو يبني أعشاشا لصغاره، حيث تقوم الأم بأخذ أجزاء من فرائها لتفرش به العش. لكن الليمور البني ليس حيواننا السري. إن حيواننا السري ليس من الحيوانات الرئيسية. تذكروا بأن لحيواننا السري طريقة غريبة